مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا. الحلقه دي والجمهور ده والحوار ده بنسجله في العيد، يعرض في اسبوع العيد اول واخره نص وثلاث ارباعه، المهم ان هي كلها اجواء فيها احتفال. والحقيقه قبل ما نوصل للعيد كان في 30 يوم اعمال ومسلسلات واندماج. قبل العيد قضينا مع صوتها 30 يوم ب 30 حلقه. والحقيقه ان احنا كنا بنسمع صوتها مرتين في اليوم، مره في تتر البدايه ومره في تتر النهايه، وهي بتغني الناس العزاز. بس علاقتنا بيها قبل ال 30 يوم دول بكتير، علاقتنا بيها وبصوتها من التسعينات لما تبوأت قمة النجومية الغنائية، وأصبح صوتها اللي فيه عنفوان مختلف ومميز من المحيط للخليج بيتردد صدى. حفلاتها وأغنياتها وألبوماتها جزء مهم جدا في السنين اللي فاتت، عشان كده إنه بقول علاقتنا بيها مش بس في رمضان اللي فات. صحيح إنه الأغنية عملت حالة مهمة جدا ما بين الناس اللي تابعوا مسلسل لأعلى سعر، واللي حبوا مزجته وكلماته والأداء، إنما علاقتنا بيها أبعد وأعمق بكتير من الناس العزاز، من أغنية الناس العزاز يعني. خليني أقول إنه طول الوقت هي في منطقة لوحدها، طول الوقت هي بتحمل تفرد في نوعية أغانيها وفي إطلالتها. الزمن بالتأكيد أضاف لها خبرة وغير فيها، إنما في حاجة واحدة ما تغيرتش، حبها لجمهورها ولفنها وحب جمهورها ليها في المقابل أو بالتبادل. سعداء إن النهاردة هنعيد معاها وتعيد معانا، جايلنا من بيروت، جايلكوا كلكم من بيروت تعيد وتحكي وتغني، مش بس عن الناس العزاز إنما كمان عن أغاني عزاز. مش بالضرورة إنه القافية تبقى ماشية بس على ناس أندال بامتياز، لا، في أغنيات كمان عزيزة علينا بامتياز، في حاجات بإيجاز ممكن نقدمها بمنتهى الحب ومن غير إطالة. المهم إنه طلتها وصوتها وأغنياتها موجودة معانا ومعاكوا في العيد، بتعيد معانا ونعيد معاها. النجمة البراقة نوال الزغبي.
احلم يا غالي ان انت حلم الليالي. جمال ده يا نوال. شكرا. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبة قلبي. أنا كتير سعيدة اليوم أنه معك وخاصة أنت بالذات. أشكرك يا نوال. أشكرك. إحنا اللي سعداء. إحنا سعداء وكنا مستنينك. ونوال جاية مخصوص لجمهورنا وناسنا وأهلينا اللي هنا واللي في التلفزيون. تعايد معاهم وترجع مباشرة. عشان كده أنا سعيدة وفرحانة. كنت خايفة تبقي مرهقة بس تشود. أنا مرهقة لأنه أنا جاية من غير يعني ما نمتش لغاية دلوقتي بقالي يومين. اللي شفناه من 30 سنة ده كان إيه؟ فين الإرهاق؟ قبليها كان عندي تصويرات وكده يعني الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين يعني. صوتك يعني لوحده كده بيحمل بهجة وطلتك فيها مش بس رقي وأناقة إنما كمان فيها شيء حلو العين تحب تشوفه وفساتين الواحد يحب يتفرج عليها. كل حاجة يعني. أنا بس عايزة أقول للناس إنه في ناس كتير جدا طبعا أو كل الناس بتحب نوال الزغبي شكلا ومضمونا وأغنياتا وبيشوفوها على الشاشة رفيعة وجسمها جسمها ممشوق وجميل. الحقيقة إن هي مش رفيعة خالص. إحنا لما شفناها لقيناها رفيعة جدا جدا جدا. ما أنا لازم أقول اللي في قلبي الأول يا نوال يعني. طيب عشان نتجاوز الموضوع ده بسرعة عشان يعني على قد ما هو يهم ناس كتير على قد ما هو ممكن يكون بيضايق ناس كتير. أنت مقاسك كام يا نوال؟ 36 يعني أصغر قياس 36 ده مقاس بنتي اللي عندها 13 سنة. سيبك من الكلام ده. 36 وبعد بضيق يعني. كمان بضيق 36 أي أوقات بضيق بيكون 36 شوي فارق معايا يعني. شكلك وأناقتك حاجة باكج متكامل وجميل ورائع. تاتشود. سيبك بقى من الكلام ده والفساتين والمقاسات الكلام اللي خلينا في الغنى. نوال انت حياتي وعشقي. حياتك وعشقي. انت بتغني من وانت صغيره قوي صح؟ نوال الزغبي على ما اتذكر وهي 17 18 سنه مش بدات الغنى. دي كانت في قمه النجوميه. صح. يعني على قد ما ده كان شيء طبعا حلو وجميل على قد ما هو شيء يخوف كده ويخض. 18 سنة وكان كل البلدان العربية بتعمل لك حفلات وألبومات. مظبوط. يعني هيدا نعمة من عند الله لما شخص يكون شخص عادي والله بيعطيه نعم كتير كبيرة وحلوة وهو بيكون بيتمناها بحياته ويمكن بيشوف أوقات ممكن ما تتحقق وربنا بيحققها. هيدا النعمة مش لازم نحن ننسيها أبدا ولازم نحافظ عليها. وانا كثير حافظت على هالشيء وكثير بحب اللي الله عطاني اياه واللي انا عم بعطيه عم حبه بعيون الناس عم شوف الحب بعيونهم. الاعمال اللي بقدمها وهالنجاحات الحمد لله اللي عم حققها وكثر خير الله وبتمنى على طول انه لما يا نوال بتقولي لي انك يعني بنت عاديه قصدك ايه عاديه يعني اسره مدرسه ملهاش علاقه بالفن خالص؟ لا بمدرسه وبعيده عن النجوميه والاضواء والابهار وفجاه بتصير فنانه محبوبه ومشهوره معروفة. بقى ايه اكيد يعني في
في خبطة كده، في تباين، في شق، ما بقعدش في توازن، ما بقعد في توازن، لأنه العقل ما بيقدر يستوعب هالشيء. انت تلخبطتي في بداية نجوميتك؟ تلخبطت جدا، بس ما كانش باين، يعني احنا اللي لنا كنا بنشوف نجاح يعني ونجومية. لا، ما هو لما كل واحد بتلخبط عنده سنة في تلخبط فيها، بيبقى عم بيتخبط بينه وبين حاله وبين نجوميته وبين اللي هو وصل له واللي كان فيه. يعني انا كنت بنت بمدرسة وصار حرب واضطرينا انه المدارس تقفل، وحبيت انا بحب غني من انا وصغيرة، والبابا عمل لي غنية اكيد ما نجحت يعني، وقدمت على استوديو الفان، وهون كان الاكتشاف، واول غنية كانت عايزة الرد حالا يا القرب يا الخصام، المصريين يفتكروها، المصريين يفتكروها، عملت بومينج بكل الدول العربية الا مصر على فكرة. ايوه، بعد كده عرفناها. بعد ليه كل معاد ما بينا كان في نجاح كبير بمصر بصراحة. يعني أنا دايما بقول إنه حلو النجاح، بس طعم النجاح بمصر مختلف. عشان غنيتي أغاني بالمصري، يعني اشرحي لي أكتر. نوال، أنت عارفة إنك ليك جمهور كبير جدا في مصر من سنين طويلة يعني، ومحبه ما فيهاش حواجز ولا عقد ولا عنصريه ولا كلاكية. انت عارفه احنا مش يعني شعب كده، ما عندناش الحاجات دي. انت اول مره تيجي مصر كان عندك كام سنه هنا؟ كان عندي حوالي 18 سنه. يعني بعد ما ابتديت الغنى. جيتي رحله عمل بقى ولا فسحه؟ جيت رحله عمل، كنت بغني في اوتيل يومين في الاسبوع. وكان وقت الملحن الكبير صلاح الشرنوبي مكسر الدنيا، رحت قبلته وجبت منه أغنية اللي هي كل معاد ما بينا، وعن جد عملت لي نجومية فظيعة 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 بكل الدول العربية. وبعدين عملت من حبيبي أنا، كانت النجومية المطلقة، ومن بعدها الهيتات اللي بعدهم عايشين لهلا. ليه كل معاد ما بينا بتغير في كنتي في الوقت ده قادره زي يعني من زحمه النجاح وزحمه الاختيارات، كنتي قادره تخططي كده للمستقبل ولا لا؟ كنتي ماشيه يعني حسب ما الدنيا توديكي؟ يعني اول فتره حسب ما الدنيا توديني، لانه صغيره ما بعرف شو بدي خطيت، ما بعرف شو بدي اعمل بالمستقبل. يعني كيف بدي اقول لك، طموح محدود، طموح صغير يعني. وصلت لشهرة، واو، عقلي ما استوعبها، حسيت انه شيء كتير حلو اللي انا فيه وما بدي اوعى منه، بتصير تخافي انه تخسري هالشيء. حلم. اي، و يعني حسيت انه ممكن يكون في مستقبل اكثر واكثر، بس ما كنت خطيت. بعدين صرت خطيت، بس باول فترة ما كنت خطيت. يعني انت بالنسبه لك رحلتك للقاهره برضو كانت مقترنه باول رحله؟ الحمد لله. صراحه انا اخذت الاوتيل غني فيه كرمال اجي اخذ غنيه من الملحن صلاح الشرنوبي بصراحه. انت كان العزم والنيه صلاح الشرنوبي. ما كنت قادره مثلا اجي على مصر وحط تيكت واوتيل ونهار وإقامة. ممكن يشوفني ونهار ما يشوفني. ما نحن الفنانين مودي. بقى اخذت هيدا عقد العمل وحطيت براسي انه بدي اخذ غنيه. وقد كان يعني كانت رحله ناجحه. قصدي مش ما هو ساعات ممكن الرحله ربنا بيسهلها لما بيكون مخطط لك وانت ما مخططه لشيء وبتتركيها ربانيه مثل ما بيقولوا. عن جد بتوصلي مثل المي
يعني بصير كل شيء مسهل، بصير كل شيء مفتوح قدامي. تفتكري اول مره جيت القاهره يا نوال ده كان من 20 سنه بقى ولا حاجه، ولا مش هنعد يعني، المهم من حبه حلوين كده لما جيت 23 سنه. من 23 سنه 23 سنه. ايوه بس انت كده على طول بتقولي السن رسمي. ايه لانه انا بفتخر بتاريخ الفن، تاريخ منه قليل وكله نجاحات وكله بصمات حلوه. ايوه بس السن ايه يعني، ما موضوع معاكي ايه، ما مش فارق معاكي تقولي سنك؟ سيبيني بقى. يعني نوال عايزه تقولي ما تقلبيش عليا المواجع. لا لا يعني اكيد ما عمريش 20 سنه يعني، اكيد يعني دقيت بالأربعين وشوي بس. خلاص هنا وخلاص. خلاص 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 كده كفايه قوي، كده كفايه قوي. نوال ما اعرفش كنت متوقعه النجاح الكبير جدا للناس العزاز. انا كمان مش عارفه زي ما بيقولوا ايش جمع الشامي على المغربي. يعني اولا عمرنا ما سمعنا ان نوال الزغبي عملت تتر مسلسل مبدئيا. ما كنتش بقبل اخد تتر مسلسل. عمرنا ما سمعنا. وبعدين مسلسل اتعمل وللعدل جروب، ويعني ما اعرفش يعني فجاه لقينا نوال بتغني اغنيه، واغنيه مش نمطيه، اغنيه مختلفه في اجتماعيه بحت. يمكن نجاح الاغنيه سبق نجاح المسلسل، يعني الناس على ما ادركت قيمه المسلسل وحلاوته كانت حفظت الاغنيه اساسا. هو التتر كتير مهم لحتى يعمل دعايه للمسلسل كمان. طيب اقول لك على ملحوظه وانا بسمع التتر ولا طبعا قولي لي. طيب انا مستمتع. طب انا حسيت طبعا الاغنيه بديعه وجميله، وانا مش هتكلم على الصوت ولا الاداء ولا الاغنيه، انا حسيت انه نوال الزغبي بتغني من جوه قلبها مش من حنجرتها. يعني كان عندي احساس انه انت في استوديو، معرفش انا زي ما بيقولوا اي هاف نو كلو، ما عنديش اي فكره. احنا اول مره نتقابل دلوقتي، كنت حاسه ان وانت بتسجلي اغنيه يمكن تكوني بتعيطي، يمكن تكوني حسيت انك بتغنيها مش بتاديها، لا انت كنت بتقولي حاجه من جواكي قوي. انا ما انا زي اي بني ادم موجود في الحياه دي، الحياه الصعبه، الحياه اللي مش سهله خالص. يعني انا كمان مثل اي شخص موجود، عانيت، زعلت، بكيت، فرحت، كتير ناس طعنوني بظهري طعنه يمكن لهلا مش ما ختمت. ولما اجت هاي الاغنيه حسيت عم فجر كل الاحاسيس اللي كانت جوا ما عم تظهر. يعني هالغنيه ظهرتهم، صدقيني خرجت المشاعر، خرجتهم. وحسيت انه مش عم غني، عم بحكي، يعني كأنه أنا عم بحكي مع حالي. أيوة وقفة على المراية وعم بحكي مع حالي. بالذات الجزء الأولاني وانت بتقولي الكل عاش من غيري، ما يعني حتى عمرو مصطفى حتى خلى اللحن تحس انه في واحد حد بيتكلم. مش هو عمرو مصطفى فظيع. فظيع فظيع. عمرو مصطفى لن يتكرر، وعمرو مصطفى صديق من بداية مشواري الفني، وأنا بعتز بصداقته، وبعتز أني بعرف ملحن عظيم وكبير زي عمرو مصطفى. وأنا يعني عمرو مصطفى يمكن مش كل يوم بشوفه، ومش كل سنة ممكن أخذ منه أغنية، لأنه هو مودي كتير، وإذا ما عنده شيء ما بيقعد بلحن. إذا هو مش بمود جود مود أو يقدر يعطي شيء حلو ما بلحن. أنا بسيبه. هو كلمني قال لي نوال كنت في دبي. قلت له إيه؟ أنا بقول له يا جنو. قلت له في ايه يا جنو في ايه؟ قال لي نوال عايزك تغني اغنيه تيتر للممثله نيلي كريم. نيلي كريم اوكي. نيلي كريم براند طبعا. اوكي لانه لو قال لي غير ممثله او انا مش لا. قلت له اوكي، بس انا ماضي اغنيه لبنانيه اسمها كراميل وهي ايقاعيه. قال لي لا 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 دي ما خاصه بدي، ما لهاش دعوه. قلت له طيب لمين؟ قال لي كلمات الدكتور مدحت العدل. وبسطت انا بصراحه لانه انا كثير بحب الدكتور مدحت وبقدره ومعجبه فيه كفنان كبير. قلت له طيب بعت لي اياها لاسمعها بركي ما عجبتني يا عمرو. قال لي طيب بعت لي اياها. او ماي جاد انا وعم بسمعها مش معقول مش معقول، يعني حسيت بدي دمع.
أنا ما بحب أبكي قدام حدا، يعني ما بتنزل دمعتي قدام حدا، يعني ممكن اختنق بس ما بحب حدا يشوفني ضعيفة. بقى حسيت أنه هيك خنقتني، قلت له لخي مرسال هو مدير أعمالي، قلت له بدي أخذ الأغنية. لا في أي حتة حسيتي ده؟ يعني أصل الأغنية فيها كده التصاعد، الكل عاش من غيري، كل ما أسمع جملة يا الله يا عمر يا الله مش معقول، كل ما أسمع كل جملة أو ماي جاد. قلت له لا مرسال، هاي الغنية بتكسر الدنيا بمصر، أن أنا ولا غيري غنيها لأنه مش معقول شو حلوة. وهيك صار قصة الغنية، وإجا عمر على لبنان وحطيت صوتي، وحسيت إنه الموضوع كتير الحقيقة حبيره. هو كمان يعني عمل أغنية مش بس باحتراف، عملها بجمال، بجمال كبير هو جدا. هو موهوب يعني، هو هو موهوب يعني فنان حقيقي. طيب هتغني لنا الناس العزاز يا نوال؟ طبعا انا جاي عشان اغني الناس طبعا. يلا عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خير لا يخجل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان، ممكن حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز ملعونة بالناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز. وملعونة بالناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلعوا أندال بامتياز.
حقيقي وانا اصيل، كل شيء مباح وسايب، حتى حمد الله قليل، زف وكتف وشوق رخيص، والعزيز مالوش عزيز، والنفوس في دولار وغاز، وملعون ابو الناس العزاز. لا في حد من الفانز هبة عندها بيبي، قلت لها فين البيبي؟ أنا افتكرتك يعني هدي لا بيبي. الحمد لله خلاص هجيبه منين؟ أنا خلاص سنجل. عندك أمنيات يعني في المستقبل؟ أنا بقيت سنجل يعني للي همه الأمر يعني. حصلتي على ختم الطلاق رسمي؟ لا لسه ما حصلتش، بس يعني هحصل. وامال يبقى رسمي ازاي يعني لسه؟ لا هحصل خلاص. وذن كم يوم ولا كم اسبوع؟ لا كم شهر. عارف اللي بيبقى نفسه على طول حاجة على طول وعمالية. بصي على طول بقول لسه كم شهر، بس المره دي خلاص. انا حاسه ان نوال يعني ايه فرحانه ومزقططه وناقص تزغرط يعني فاضل زغروطه بس في الموضوع. سنجل مام ودي حاجه صعبه ولا سهله يا نوال؟ لا انا حاجه سهله وعندي حاجات ما بتنزلش عنهم في حياتي. مفهوم انه اي ست يعني حره. اتفضلي. احنا بنتكلم على علاقه الرجل والمراه مش كده؟ يعني أنا مثلاً حسابي مثلاً تعرفت على رجل أبدي لكل شيء عنده حلو، أنا هون بسفكر يا الله إذا هذا الحلو بكرة السيء شو؟ لأنه لما بتعرفي على شخص إن كان مرة ولا إن كان رجال بفرجيك أحلى شيء عنده، أنا بدي أشوف الأحلى والمش أحلى لحتى أنا أختار، يعني ما بدي حدا يغششني أو يغشك يغشني. بقى بحب انه العلاقه تضل مثل ما هي ما تتغير، يعني ما يصير في ملل، ما يصير في يضل الاحترام يضل. بس احنا نفسنا بنتغير يا نوال. انا يعني مش عايزه اقرب الموضوع كده نفسي، بس ما فيش حد ما بيتغيرش، كلنا مع التجربه ومع السن ومع المتغيرات كلنا نفسنا كلنا عارفة. يمكن احيانا نبقى صبورين، الصبر يقل، بس مش يتغير في يوم وليله يعني. نعم؟ مش يتغير في يوم وليلة، يعني تحس إنه حتى صديقتك يعني مش بس الرجل، بحب إنه يضل نفسي. أنا هيك، أنا ما بتغير. طب هسألك سؤال، يعني أنت إذا سحبتي بتضلك سحبتي طول العمر، طول ما أنت أنا وياكي مش ينصح، بس إذا أنت بتختاري إنه شي تاني أنا ببعد دغري، لأنه خلص أنا كتير وفية وما بحب أذي حدا وبحب اللي بيحبني وبيحترمني، يعني بعطيه عيوني. طيب على سيرة التغيير، قولي لي ان انت يعني مش معقول انت ما تغيرتيش من سنين طويله. يعني لا انا انضجت بس اللي جوه والمبادئ اللي عندي ما تغيرتش، هي المبادئ انا اللي بقصدها اكتر شيء. مبادئ كل انسان عنده مبادئ، بس اوقات المبادئ بتاعته بيبيعها بيغيرها ومعرفش. بس في حاجات مش عايزه اقول سلوكيات، بس هقول بعض الصفات ممكن تتغير زي ما قلت. ممكن الواحد في ناس تبقى صبوره وبعد كده ما يبقاش عندها خلق ولا صبر، وده طبيعي بيحصل، او العكس في ناس بتبقى ملوله وبعد كده تبقى صبوره وتهدى.
في ناس بتبقى عصبية وتعرف تتحكم في نفسها أو العكس، أنت إيه اللي تغير فيك يعني؟ أنا كتير صبورة كتير يعني بصبر. كنت وما زلتي ولا بقيتي صبورة؟ زمان لا ما كنتش صبورة، عايزة يعني مثلا عايزة دي عايزها دلوقتي وإلا ما نمش والقلق بس لا بقيت صبورة وبقيت نضجت كفاية. نضجت كفاية. طيب وهو يعني؟ يعني أنا مصرة أحكي مصري. ما هو حلو اللخبطة دي لطيفة. حلو حتى كده يعني مصري لبناني مشترك كده شغال. لما كنت بقولك سنجل مام ده سهل ولا صعب، عايز أقول إنه مهما كان الواحد ممكن يكون عنده ناس بيساعدوه أو ممكن يبقى عنده وفرة في الفلوس أو أدوات يعني تكون حواليه، أي أم لوحدها مع اسم الله ثلاث أولاد متهيليش الحمل سهل يعني، متهيالي الموضوع مرعب شوية. لا المرعب مرعب أكيد مرعب. يعني انت تقعدي تفكري كده، لانه انا بدي اكون الام والبي بنفس الوقت. الام يعني الحياه خلقت العائله لكل واحد يلعب دوره، الام تلعب دورها والرجال يلعب دوره. انا عم بلعب الدورين، وانا المعيله وانا اللي بشتغل والفن كتير الانسان بده يكون متقلب وكتير بده يكون بمود ويكون يعني هيدا فاضل حتى يقدر يركز، لأنه إذا ما ركزنا على الفن وعلى الشغل وعلى الأغاني ما فينا نوصل للي نحنا بدنا إياه أكيد. بس أنا مبسوطة أنه أولادي معي وبحبهم قد الدنيا كلها. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. يعني أم بنفسها لوحدها بتعول أسرتها وأولادها وهي اللي عايشة معاهم، بس مهما كان ده صعب فهو أفضل من أم يبقى عندها شريك حياة بينغص الحياة دي أو بيبوظها أو بيعمل حاجات سلبية فيها يعني. صح لأنه العائلة بيصير في عقد كبيرة، وأنا بالنهاية اللي أخذت القرار يعني أخذ مني سنين، والحمد لله أخذت القرار ومشيت بحياتي وكفيت حياتي واللي بدي حصلت عليه، والأهم شيء أنه أولادي معي. طب أنا مستغربة من أنه موضوع الانفصال ده قديم يعني، ده من زمان قوي ومن كام؟ من 8 سنين. من 2008 نوال الزغي بتطلق وإحنا في 2017 ولسه بتطلق يعني. عايز يطلق ما بيخلصش يعني. It has no end. انت شكلك وادائك وحياتك ماشيه فيها ومش باين عليكي من الظاهر، بس لما ابص على اغنيه عملتيها في 2015 زي اغنيه مش مسامح، لا بتقول ان انت ما تخططيش الموضوع. انت عمليا خلاص تجاوزتي، بس نفسيا انت لسه موجوعه. اكيد كلامها لو نركز في كلامها، فكريني بكلامها كده يا نوال. هقول لك انا هلا امصلتني على الناس العزاز. ما هو بص كلامها بيقول ايه، الدنيا فيها وفيها، بس انا بختي في ناس قللت الاصل ميل وبختي. صح. وغلطتي اني عملت باصلي، عمالة تبت فيكو وليه بعافر، دي عشرتي هانت خلاص على الكافر، هسيب لكم دنيتكم دي وهسافر لمكان بعيد بعيد عنكم أكيد بعيد، ورغم كل حاجة هبدأ من جديد طبعا، ومش مسامحة أنا مش مسامحة في كل غلطة وكل لحظة جرحة، أنا مش مسامحة، لأ مش مسامحة ياللي سرقته من حياتي الفرحة. صح. زعلانة من نفسي قوي، ده نوال هي اللي بتقول. أنا اللي بقوله. أنا مسؤول عن أقوالي. متبنية الموضوع. نوال بالزغبي بتكمل وتقول لك زعلانة من نفسي قوي اكمني، ظلمت نفسي والغلط كان مني، واخترت ناس لنا منهم ولا هم مني. برافو برافو. دموعي نازلة على الخدود تكويني، وربنا هو اللي بيقويني، همشي مكان ما سكتي توديني. تمام. تمام.
تمام. ده انت يعني تحس انك قعدت جنب الشاعر كده وعماله تغششيه وتقول بص طب قولي الحته دي زود دي ايوه اعمل دي. والله يعني كتبها من نفسه ولما سمعتها اخذتها في نفس الدقيقه وسجلتها ويمكن اخر اغنيه كانت بالالبوم هي مش مسامحه طب. وسميت الالبوم مش مسامحه. طب هل انت فعلا سيبك بقى من الاغنيه انت فعلا مش مسامحه يا نوال؟ ليكي مش بحقد. في فرق انك تسامحي بحقد وفي فرق انك تسامحي مش بحقد. البحقد اللي انت ما بتغفري له وانت بتشوفيه بتحسي بدك يمكن ما بعرف شو تعملي فيه. انا ما بسامحه ببعد. انت قصدك ان انت ما عندكيش رغبه في الانتقام؟ لا مش عايزه انتقم. انا عايزه ابعد عشان بقول له هنا لمكان بعيد وهبدا من جديد بعد كل السنين دي وبعد ما بقى مصيرك في ايدك واسرتك في ايدك واولادك معاكي برضو مش مسامحه؟ لا مش مسامحه في كل لحظه وكل ثانيه مش مسامحه. غيرت الكلام. طيب نوال في باكج بقى نسرع وزاز ومش مسامحه وكده كل الاغاني الجوانيه دي المريره ممكن تقولي لي جزء من مش مسامحه من غير الفرقه الدخله اي كوبلي واحد منها؟ ومش مسامحه انا مش مسامحه في كل غلطه وكل لحظه جرحه انا مش مسامحه لا مش مسامحه ياللي سرقته من حياتي الفرحة. انت بقى لمست نجاح نسر عزاز يا نوال يعني وحسيتيه من السوشيال ميديا ولا من تليفونات ولا يعني وصلك ازاي انه لا مش عادي الناس بتحفظه الناس حباه عامل نجاح مستقل بخلاف العمل الناجح؟ تاني اسبوع هي نزلت قبل المسلسل باسبوع. اول اسبوع مرق انا ما عم بسال حدا ولا بدي اعرف شيء. تاني اسبوع بلش الصحافه صحافه 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 مبروك 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 هون لمست مزبوط قديش الاغنيه عامله بمصر. والدكتور مدحت العدل كمان هنيني وهو كثير اكابر كثير هو فعلا وكثير كان مبسوط انه انا معه بالمسلسل و طب تابعتي بقى اجزاء من المسلسل؟ شوي. طيب صعبانه عليكي جميله ولا مش صعبانه عليكي؟ صعبانه ان هي اللي جنت على نفسها. لا لا صعبانه عليا لانه لما انسان بيبقى محب وبضحي بحاله كرمال غيره هيك بيتعامل؟ لا اكيد هيدي مش الحق عليا هيدي الحق على الناس. الدكتور هشام اللي هو جوزها في دراميان قال انت اهملتي في نفسك وسبتيني ومش انت جميله اللي انا اتجوزتها من 15 سنه ولا مش فاكره كام 9 سنين ولا هو بيقول ان انت هي اللي اتغيرت وهي اللي اجبرته انه يعرف واحد عليها لانه هي عم بتضحي كرماله لحتى يوصل لما وصل ما عاد يحس يمكن المستوى اللي هو وصل له ما عاد يشوف المرأة الحلوة اللي كانت ببداية تعارفهم. بصراحة هون أنانية الرجل أنانية الرجل. تفتكري الرجل بيخون عشان مراته مش حلوة ولا عشان هو عايز يخون؟ لا هي حلوة بس هو لا يعني قصدي انه مش الخيانة مش بالضرورة انه بيدور على واحدة أحلى لأنه ممكن يخون مراته مع واحدة أوحش منها يعني بتحصل كتير جدا هو ده الغرض من السؤال يعني أنت تفتكري انه الخيانة طبع وملوش علاقة بال أنا بقول انه إنسان طميع طماع. وما اكتفى باللي ربنا عطاه طماع بالمصري طماع وخاين العشره خاين و يعني انت لو مكان جميله يا نوال لو مكان جميله في المسلسل كان رد فعلك هيبقى ايه مع دكتور هشام؟ اسيبه انها مش هتكوني عايزه تردي الالم لصاحبتك اللي خانتك؟ لا 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 مش عايزه ارد الالم لاي حد لانه
لما أنا ببرم ظهري لهيك عالم ربنا رح يشوف لي إياها ورح يوفقني أكتر منهم وهن رح ينهاروا. عارفة احنا عملنا يعني حلقة عن المسلسل ده وكان معانا أبطال المسلسل ودكتور مدحت العادل وتابعت ردود الناس على السوشيال ميديا. ناس كانوا منقسمين، ناس شايفين زي ما انت بتقولي انها تكمل في طريقها وخلاص، وناس شايفين انها لازم تنتقم، لازم زي ما بيقولوا تشفي غليلهم، لازم تعمل حاجة مع الناس قليلة الأصل الأندال دول. أنا لو محلة بسيبه وبرجع على الشيء اللي أنا كنت بحبه وابدع فيه وانجح فيه، هون أنا بكون ربحتهم بصراحة، لأنه هم أندال بامتياز. الواحد ما في ينزل للندالة تبعهم، يعني أنا إذا ناس أندال بهرب لأنه بخاف انزل للمستوى الدنيء. يعني مش هتعملي زيها وتضربيه بالألم؟ لا ألم ياريت فعلا؟ لو محتاج ألم أطراب وألمين كمان. مش باين عليك إذا أنت نعمة ورقيقة يعني ألمين أو... يعني حيكونوا إيه الألمين دول؟ هو مش حيحس بيهم. بصي كلمة ممكن تعبر قد 10 بتقولوا لها إيه في المصري؟ لام. كفوف أنت بتقولوا عليه كفوف. كلمة أكثر من 10 من 10 لام. وتفضلي السلام في الحياة على الانتقام. طبعا، وانا هيك مشيت بحياتي ما بنتقم من حدا ابدا ابدا ولا بحب الانتقام. يا الله هيدا ضد إرادة ربنا على فكرة. طيب انا هرجع لحياتك الحقيقية. انت قلتي جزء انه سيبي حياتي الحقيقية عايزة فيها عارفة عشان كلامك دلوقتي بيقولي حاجات كتير عن شخصيتك نوال الزوبي. يعني انا شفت في اصرار كبير جدا، اصرار انت اخذتي قرار ومشيتي فيه صعب نظرا لتفاصيل الطلاق في طائفتك، صعب جدا. وبالتالي انت من 2008 لحد اللحظه دي ورق، وده في اصرار كبير جدا وعزيمه. انما في جزء، في شق، في حق معنوي وفي حق ملموس. ضاع عليك الحق الغير معنوي، ما عرفتيش تسترجعي ولا عرفتي تسترجعي؟ ربنا بيعوض. كتير مرقت بظروف صعبة وبظروف أكتر من صعبة، يعني واحدة تانية يمكن ما بتقدر تتحملها، بس أنا كتير مؤمنة وأنا كتير بتكل على رب العالمين بكل شيء، وما بنتقم من حدا وما بحقد على حدا، ودايما بقول له أنت خد لي حقي وصدقيني ولا مرة خزلني. يعني رصيدك كله اللي اتاخد عرفتي ترجعيه ولا ما عرفتيش؟ من الناس لا ما عرفتش، بس من ربنا اخدته، عوضني اضعاف. ايه في ايه؟ لا يعني منتبهه او مركزه لما كنت بتتكلمي عن التسامح. في ناس احيانا تسامح بس لما تسترجع حقها. انت سامحتي مع انه في جزء ليكي انا يمكن حتنصدمي من شخصيتي. انا ممكن حدا يكون قتلني وشوفه خلص ما في شيء. انا كتير قلبي طيب وكتير بسامح، وقلت لك مؤمنه جدا، وهذا الشيء هو بخليني اكون هيك. يمكن لو ما كنت مؤمنه ما كنت هيك. الحقيقة أنه بدون دخول في التفاصيل، مع أننا دخلنا في شوية تفاصيل، أنا دلوقتي قادر أشوف أنه في بعض التشابه ما بين جميلة اللي في المسلسل وما بين نوال. على الأقل في فكرة أن هي قررت أنها تستمر في حياتها وترجع للحاجة اللي هي بتحبها. هي بتلعب باليه أو بترقص باليه. أنت عندك فنك وعندك مجهودك وعندك مشروعك الغنائي، ركزتي فيه وكملتي فيه، واختياراتك ما تهزتش ومكانتك ما تهزتش. في 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 لمحه كده من جميله. صح مظبوط. وانا جميله كنت بفضل انه تتركه وتشق الطريق لنفسها بنفسها، لانه لما بتكون عندها اصرار وبتكون مظلومه الله بحب المظلومين، حيوفقها وحيكون حدا وحيصير عندهم
شت يعني انحدار بحياتهم. هيدا بعد خبرة، ما أنا ما عم بحكي هيك لأحكي، والله أنا خبرتي بالحياة. أنت شفتي ده في الدنيا، شفتيه ومتأكدة منه، شفتيه ومتأكدة منه ولمسته. غريب نوال الزغبي، يعني كلامها وتكوينها وتراكم التجربة اللي فيها أو اللي مرت بيه حاجة، وأغنيها حاجة تانية. بمعنى أنه معظم أغاني نوال الزغبي أغاني مفعمة بالحياة والحب، يمكن والتهور، الحب المجنون، الحب. أنا كده، أنا يعني أنا مفعمة بالحياة وأنا هيك بحياتي، وأنا لما بختار أغنية فيها موسيقى وفيها شعور بالفرح والحب العميق والحب الحقيقي بنبسط فيها. يمكن أنا ما عندي هالشي بس بتمنى بغني. أنا سينجل. خلاص عرفنا، خلاص بفكرهم. عرفنا خلاص يا جماعة، سينجل نوال الزغبي سينجل أهو. ممكن دلوقتي حد فتح يمكن حد لسه صحيح ما أخدش باله من المرة الأولانية. إيه رأيك تعمل أغنية صحيح؟ أنا سينجل، أنا سينجل. ده مدحت العدل يكتب لك أحسن كلام طبعا. خلاص بقى، ما هو أنا بتمنى يكتب لي أغنية كمان غير الناس بتمنى. هو جميل، هو جميل فظيع. نوال الزغبي عملت لنا ميدلي، عملت لنا كذا ميدلي من أغانيها الحلوة، كوكتيل بقى من أغاني بأعمار مختلفة، يعني من ألبومات مختلفة ومن سنين مختلفة. عملت مجموعات كده هتمتعنا بيها، وأنا هقعد مع الجمهور أستمتع بجزء من الميدلي اللي عملاه نوال ومع الفرقة العظيمة اللي بترافقها موسيقيا. I'm not afraid.
مشغول بيا نسيني كل حياتي معاك يا حبيبي نسيني. ياللي أسرني هاجرني ليه انت فكرني ولا ايه؟ قول يا حبيبي وسامحني حبيبي ريحني من اللي انا فيه. لا 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 لا
والله استمتعت بيك. ايه الحلاوه دي؟ انت اغانيك حلوه يا نوال وجميله ومبهجه وبتفكرنا بحاجات كتيره وبايام كتيره ومناسبات كتيره و ليها ذكريات. فيها ذكريات حلوه قوي. و إيه علاقتك ايه بالسوشيال ميديا يا نوال؟ فظيعه بجد ولا بتبالغي؟ والله فظيعه. وبقيتي بتحط لهم فيديوهات بقى مقاطع كده بعضها يضحك يعني او الفيسبا لا دي من كليب. ايوه بس ده الميكنج. ايه ده بقى كنت سقتي قبل كده اي فيلم؟ لا 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 اول مره وقعت كمان كنت كسرت ايدي. ده قبل يعني بس ما كان عم بيصور. شفتي لو صور كنت حطيتها. ده انت رايحه في الحيطه. لا مره كان عندي مهرجان بشرم الشيخ ووقعت على المسرح. لهلا المصريين هن ما عارفين انا ليه وقعت. كانوا سايبين حفره وانا ما شفتهاش. وقعتي ازاي؟ رجلي بيها. وقعتي ازاي يعني؟ وقعتي خطوه مسرح حتي نفسك ولا؟ رجلي في الحفره. ما هو مسرح عالي وفي حفره للضوء. بحطوا فيه ضوء. ايه وملونين واسود مثل المسرح وانا لابسه فستان كبير غطاه ما شفته وما لقيت حالي الا بوقع. يعني كلك دخلتي جوه الحفره؟ لا بس رجلي. ايوه رجلي الثانيه. رجلي ما خلاص ما انا بقيت على الارض. انت رسمي طبعا وعادي قمت عادي قلت لهم يلا خلاص مش مشكله. ايوه بس الحفله دي كانت متصوره؟ طبعا. المقطع ده موجود؟ طبعا. ده المقطع ده بقى سقوط نوال الزغبي. لا احنا عايزينه دلوقتي حالا. اصل يعني ومين قومك بقى ساعتها؟ انت قمتي لوحدك؟ خالد فؤاد. دكتور خالد فؤاد. دكتور خالد فؤاد واقف هو كده انا واقعه طلع هو كده واقف. قلت له يا دكتور تعالى. قال لي في ايه؟ قلت له يا دكتور انا واقعه حد يلمني مش قادره اقوم. ايه؟ ايوه والمزيكا شغاله والموسيقى شغاله وكل حاجه. شغاله. وقع خلاص رجعت قمت عن جديد وكفاها هيل وقع. ايوه لك ايوه لك لك لك. ايوه دي وقت انت اختفيتي يعني. اختفيت انا رجلي نزلت. بصي زي عارفين زي الجرافيكس يعني هي يعني انقشعت من يا حبيبتي. وقعدتي قد ايه بقى واقعه على يعني على ما قمتي او ممكن تاني؟ قمت دغري خلاص عادي جدا. وكملت الحفله جدع. وكسرت الدنيا. والله جدع برافو عليك. طول عمرك مكسره الدنيا واقفه واقعه مكسره الدنيا. نوال الزغبي وهي موجوده الان في القاهره في رحلة سريعة جدا بس عشان تعيد عليكم وترجع تاني في حلقتنا النهاردة. كمان جايبالنا وجايبالكم مفاجأة. جايبالكم الأغنية الجديدة اللي لسه ما تعرضتش في أي حتة ودي أول مرة هتغنيها جماهيريا. اللي موجودين هنا أول مرة يسمعوها. حكينا الأول على الأغنية قبل ما تفكي شريطة الهدية وتهدينا بيها. أغنية كتير إيقاعية لبنانية اسمها بحبه كتير. نحنا كتير بلبنان بنقول هالكلمة كتير بحبه كتير. يا الله شو بحبه حبيته كتير كتير منقولها. وهي أغنية من كلمات الشيخ ميشيل جحا وألحان جوزيف جحا اللي هن عملوا لي من حبيبي أنا. وجوزيف كان له فترة بعيد عن الساحة الفنية وهلأ رجع ورجع بقوة وأنا مبسوطة. بحبه كتير. بحبه كتير. بحبه كتير. دي احدث اغنيه انت سجلتيها. لسه ما نزلتش. انت سجلتيها يعني اليوم الاثنين حتنزل على اليوتيوب. وده اول مره تتغنى وتطلع تتغنى على التلفزيون. بحبه كتير. يا
نوال الزغبي طول عمرها ترند ستر، تلبس الحاجة من هنا تبقى موضة، تعرف ايه اللون اللي يتلبس، ايه الموديل اللي يتلبس، ايه التسريحة اللي تتعمل. طول عمرها عندها حس مش عالي بالأناقة، حس يعني متفوق جدا. من أول لقطة، من أول لحظة طلعتي، يعني أنا فاكرة في التسعينات كانت الموضة التشوكرز الكبيرة جدا، كان كنا كلنا نلبس البتوع دول زي نوال الزغبي. طول عمرك إحساسك بالأناقة عالي قوي يا نوال. هذا شيء بيخلق مع الإنسان. يعني في شخص بتحس شو ما لبس أوقات ممكن ما يكون براند على فكرة، والناس ينبهروا فيه، وممكن يكون براند حدا يلبسه وما يعجب الناس، ما يلفت النظر. بس برضو يعني أنا حتى إذا كنت لابسة جينز بحب أنه بس فوت العالم تطلع. هذا شيء أيوه، بس برضو الشيء الأناقة مكلفة جدا، يا جدا جدا جدا. وأنا كتير بسخة على الهدوم بسخاء، بسخاء كبير، لأنه أول شيء أنا موجودة. يعني بتعتبريها دي لزوم شغلتك ونجوميتك، ولا حتى لو ما كنتيش مطربة ونجمة كنت برضو هتفضلي تمشي وراء الموديل الحلو والقصة الحلوة والبراند الجديد؟ أنا حتى لو ما كنتش مطربة، يعني أنا أهلي، نحنا عشنا بعائلة متوسطة، وكنت شو ما بدي أحصل عليه، وكنت أحب كتير الأزياء، وكنت على طول أكون وين ما أكون ألفت النظر. هذا شيء بيبقى عند الإنسان. وكتير بحب كمان أعمل ري لوكينج، يعني إذا مثلا حدا بيحب مثلا ساعده بشيء معين بحب وبيزبط، لأنه يعني بشوف صح، بشوف يعني صح. حد يقولك زبطي لي اللوك بتاعي، تعرفي تزبطيه؟ طبعا طبعا. حتى الراجل كتير بحب شوف تياب الرجال، أو مثلا كتير بنتقيد كتير، يعني بحب. طيب التسعينات كان لها موضة ومميزات، والألفينات ودلوقتي، وليلي إيه أحب ستايل لقلبك؟ ما هو أنت ممكن تبقي ماشي على الموضة عشان الموضة دلوقتي مثلا الكاري، فأنت عاملة كاري، إنما ممكن كل واحد يقول لا، أنا أكتر فترة كنت بحب فيها الموضة أو شكلي أو لبسي في الفترة دي. بصراحة إذا بتفوت على اليوتيوب بتلاقي إنه من التسعين لهلأ ما بتحس إنه لوك قديم، أو بقول مثلا يا ريت ما عملت هذا الشيء، أو يا ريت ما رفعت هون، أو يا ريت ما لبست هذا الفستان. يعني هديك المرة كنت عم شوف أنا وحدا من أصحابي إنه على طول، يعني هيدي مش شوفة حال، يعني أنا عم خبر عن شيء بحبه وبفتخر إنه أنا الناس بحبوا اللي أنا عم أقدمه. يعني ده حقيقي، ودايما بقول وكل جيل لما بيكبر شوية هيدرك الكلام ده، إنه بتبقى دي أحلى حاجة في الوقت ده. صحيح بتبقى بتتغير الموضة، بس ده مش معناه إنه ساعتها ما كانتش أحلى حاجة. يعني ومن الأحلى الحاجات دي كل واحد بقى قريب له. يعني أحب جدا ستايل التسعينات لأنه ده كنت في الجامعة، كنت يعني أحب جدا ستايل التسعينات. انت بتحبي اكتر ستايل ايه؟ كل وقت له ستايله، بس انا كتير حب هلا الستايل اللي انا ماشي فيه كمان. اللي هو اشرحي لنا بقى ايه الترند دلوقتي. الترند يعني مثلا اليوم انا لابسه فستان، يمكن اول مره بلبس هيك فستان، كتير فيمينين وما فيه شك. ات از هو للمصمم العالمي مايكل سينكو، انا بتشكره، وكتير مريح. أيوة بتتشكرين ليه؟ لأنه أبدع لي هذا الفستان وعملوا لك مخصوص. لا هو مش مخصوص، بس أنا وقتها كنت بدبي زرت الأتوليه ونقيت كذا فستان، وكان كتير مبسوط أنه أنا عم بتعامل معه، وكل ما بيخلص فستان بيبعت لي عبايه. فأنتي دلوقتي في الفيمن ستايل السيمبل. سيمبل. مثلا كنت بموازين كنت لابسه كمان من مايكل سينكو فستان يمكن قد السيركل هون. رجعت تاني الفساتين الكبيره بعد ما كانت انتهت تماما. هي موجوده، هي كانت فتره كده يعني في الالفينات كانت اختفت تماما. ليك انا من 3 سنين لبست فستان اسود كبير بالميركس دور وعمل ضجه فظيعه. يعني انا بحس انه المهم الفستان حلو، كبير ضيق مش مهم.
أنا كنت حابة ألبس فستان حس حالي كول ومرتاحة. العيد ده هو ده فستان العيد يا وعيد فستان العيد ما كنت حابة ألبس أسود بصراحة. طيب هو أنت بتتضايقي لما الناس لحد اللحظة دي ومع كم الأغاني الناجحة والألبومات الناجحة وكل حاجة عملتيها تقولك غني لنا فين مين حبيبي أنا تتضايقي؟ لا هيدي أغنية ما بتموت خلاص هيدي بالتاريخ موجودة الأغنية. طب ما تغني لنا المذهب والكوبليه يا نوال. أنا عارفة إنك مش عاملها بروفا بس مش قادرة يعني قلبي مش مطوعني يعني معايا نوال الزغبي وبنتكلم على التسعينات ده الأغنية دي قطعت جيل كامل. آه طبعا وانتي قاعدة حتى لو عايزة وانتي قاعدة. من حبيبي أنا رد علي وقولي 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 حبيبي أنا رد علي وقولي أنت اللي بحبه وأنا أنت اللي بحبه وأنا أنت اللي بحبه وأنا أنت اللي بحبه وأنا ساكن بقلبي وروحي أنت البلسم لجروحي ساكن بقلبي وروحي انت البلسم لجروحي انت حياتي انت حياتي وغرامي انت اللي بحبه وانا انت اللي بحبه وانا انت اللي بحبه وانا. بالنسبه لك ايه الحلم البدايه القفزه كل حاجه دي بدايتي بدايه مشواري الفني يعني صحيح انا نجحت باغنيه عايزه الرد بس عربيا ومصر هي من حبيبي انا. اياميها كنتوا صغيرين جدا انت وائل كفوري فعلا اتخانقتوا عشان مين الاغنيه دي نجاحها يتنسب لمين؟ اتخانقتوا بجد؟ ايه ده انت كنتوا صغيرين فعلا. وكان في حفلات لازم نعملها ولغيناها مع بعض. لغيتوا الحفله؟ لغينا الحفلات الجايه يعني مش عايزين نعمل بقى حفلات خلاص كنا عيال صغيرين ويعني مين ما ينجح ينجح. وكل واحد يقول الاغنيه دي يعني انا السبب في نجاحها يعني اغنيه نوال ولا اغنيه وائل؟ هلا هي كاغنيه جيو نجحت يعني وانا ووائل كملنا الاغنيه كثير كنا لابقين مع بعض ككومبينيشن وكان فيها شيء جديد يعني بعد تصوير الاغنيه دي انا ووائل ما غنيتوهاش مع بعض تاني؟ بلا غنيناها بكذا حفله بس كان عندنا بعد حفلات ما بقى نغنيها مع بعض يعني غنيناها مثلا 8 حفلات وكان بعد عندنا 10 حفلات العشرة ما غنيناهم. والله ذكرتي قويه. وبعد ما كبرتوا وعائلتوا بقى ما قررتوش؟ كبرنا ايه؟ انتوا ما كبرتوش لسه. ايوه ماشي ماشي لسه ما كبروش يا جماعه. خلاص يبقى ده كان غرضي شريف يعني ان انتوا تغنوا الاغنيه تاني. نضجنا نضجنا. ايوه نضجتوا مش كبرتوا. وبعد ما نضجتوا يعني ما قررتوا ما فيش مره تفاجئوا الناس وتغنوها مع بعض؟ لا ولا مره. ما بحس انه ما بعرف يوما ما ما بعرف بس انا بحبه كثير. لازم تسمعوا اليوم يعني هلا صرت كثير اسحب انا ووائل اكثر من وقت ما كنا عم نغني سوا. دلوقتي ليكي اغنيه عن القاهره مش كل مش كثير من الناس عارفينها. فاكره حاجه منها يا نوال؟ ولو هنا القاهره وحبيبي انا هدا منين ما يروح بيكون جنبي مشاني عني وكلامه جميل خد روحي معاه وكمان قلبي. يا سلام على واحد دورة مشوي والنسمة اللي بتلعب بينا مش هيخسرنا ان ما نمشي
كوباية شاي في الخمسينة، هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا. أنا حبيتك يا جدع، على حسك أنا اتدلع تدلع يا جدع يا جدع يا جدع. أنا حبيتك يا جدع، على حسك انا الدلع تدلع. I'm not afraid.
معرفش ليه أياميها عملت مشاكل كبيرة جدا بس كسرت الدنيا. مندم عليك. دي قصتها قصة يعني تصلبط. يعني مطربة جديدة كانت متعاقدة مع شركة وعطتها الغنية لتغنيها بمهرجان وربحت البنت بتصور هيك. وتخانقت هي والشركة وما عاد شو الغنية. بتقوم الشركة بتبيع الغنية لريلاكس ان اللي هي الشركة تبعي. بيجيبوا لي الغنية وبيقولوا لي في غنية اسمعيها رائعة الأغنية دغري أخذتها وسجلتها وصار إنه هي لإلي لا هي لإلي بس هي الحقيقة هي لإلي لو مش لإلي أنا كنت وقفت يعني أو قصدي مش أزمتك مش يعني لا مش مشكلتي يعني قولي لي هي نجحت في دول إيه ولا العالم العربي كله كل العالم العربي ما ان هي مش مصر يعني اللهجه مش مصريه مندم عليك ده معناها بتاعها رهيب والميوزك رهيب طب قولي مندم عليك بس من غير فرقه انا عارفه ان هي صعبه ايه مندم عليك دمع الندم غالي خاطر عينيك ضيعت انا حالي وكنت اظن انك حبيبي قلبي كان ينشد تعود ليا حتى بان جمر الهوى بيا وانت تزيد ناري ولهيبي لا ما الوم مريدك تاني ما عاد في لزوم نرجع سوا ليلى سهر يدوم ولا حرماني لو تاني مظلوم ما عدا بالي مندم عليك يا ستي سمعتك بتقولي في مقابلة قبل كده ان انت في بداية مشوارك حصلت لك حالة يعني مبالغة من الغرور يعني فترة كده معرفتش سنة. لأي مدى يا نوال يعني الواحد عشان يقول انه مغرور ده اكيد كان باين عليه قوي يعني كان واضح يعني بخش ما بسلمش على حد دي حاجة من الحاجات ما بسلمش حد خالص لا انه انا اول زغبي هيك يعني 18 سنة ونجومية وعالم بس دغري يعني وعيت منه وأدركتي إمتى أن أنت في فخ أنه ده مش صح إمتى أدركتي أنه في حاجة غلط أكيد اللي حولي وعوني وأنا وعيت أنه مين أنا لحتى أتصرف هيك يعني ما النجومية دغري بتروح الشهرة دغري بتروح وبتجي بتجي وبتروح حسيت ان انت مؤخرا بقيتي يعني اللي تابع مقابلاتك اللي تابع الفعاليات اللي بتحضريها بقيتي متصالحه قوي مع نفسك بقيتي في حاله كده من الانفتاح كمان على الدنيا يعني ما اعرفش ده احساس اذا كان مش عارف اذا كان صح ولا لا انا كده بس زمان كان الموضوع انه الواحد مش لازم يكون هالقد عفوي مش لازم يكون هالقد صريح مش لازم يكون مثل ما هو كنا نخاف من السؤال اللي بدهم يسالونا اياه لازم نعرفه قبل ونفكر فيه وكيف نحط النقط على حروف يعني تغيرت الامور وتاني شيء هي انا اللي بحبني مثل ما انا يا اهلا وسهلا ما بحبني في يعني في فنانين كتير مين من المطربات اللي موجودين على الساحه دلوقتي صوته اقرب لك يعني شيرين من غير تفكير شيرين
تعرفيها على المستوى الشخصي؟ طبعا صديقتي وحبيبتي، صديقتي وحبيبتي. في علاقة صداقة ما بينكم وبين بعض؟ طب وإيه أكتر أغنية بتحبيها لشيرين؟ على بالي ولا أنت داري باللي جرالي. صح، شو بك عم تتلوعي يعني؟ بحاول أخلي ضميرك يأنبك يعني وغني الأغنية يعني بحاول يعني. على بالي ولا أنت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي، يا انشغالي بكل كلمة قلتها لي. رمضان ده كان وشه حلو جدا على نواري الزغبي، وواضح ان تجربه غناء التترات المميزه مش هتبقى اول مره، مش هتبقى اخر مره، كانت اول مره بس اكيد انت حابه تكرريها تاني، ولا انا غلطانه؟ اذا في عمل كبير كده و يعني الفنان بحاجه لعمل كتير قوي كمان، وحده ما بيقدر يعمل شيء، ليش لا؟ الناس لو عايزه ما تفكريش تصوريها؟ بلا فعلا؟ بفكر اصورها فورا. ده انت اول ما ترجعي بيروت على طول تصوريها يعني؟ مش للدرجه دي يعني، ممكن شهر كده اصورها وبتنزل دغري اسبوع يعني. نوال الزغبي زي ما قلت علاقتنا بيها اقدم بكتير من تتر ناجح جدا اتعرض في رمضان. علاقتنا معاها بدات من اغاني رائعه، ومن شهره امتدت من المحيط للخليج، ومن مجموعة ألبومات كل واحد يجي بعد واحد يضيفوا أغاني ويضيفوا محبة ويضيفوا جماهيرية. إنما رمضان كان له مذاق خاص السنة دي بالنسبة لنوال الزغبي. حبينا إن هي تعيد معانا مش بس بالناس العزاز، وعلى فكرة هي من الناس العزاز بس لهم في قلبنا مكان بامتياز. هي من الناس العزاز، عيدت معانا وعيدنا معاها، وبعد شكري لها وبعد ما اسمع كلمتها الأخيرة هطلب منها تختم لنا بالناس العزاز. يعني أنا أكيد إلي الشرف إنه الشعب المصري دايماً يقدرني ويدعمني، لأنه هذا شيء فخر لإلي، وأنا بحبكم كثير وينعاد عليكم جميعا. الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي، حتى اللي كل من خيري لا يخكل ولا يختشي. الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن، حاجة تهبل أو تجن، والمشاعر من إزاز ملعون أبو الناس العزاز، اللي لما احتجنا ليهم طلع انزل بامتياز.